اليوم راح نديروا الموكا ان غوسيت تري فاسيل بامكانيات اللي كل وحده عندها في دارها. سي كوا الموكا؟ سي اون جينواز مشربه بلو سيرو كافي فوري افيك لا كريم او بور. هيا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. الو نبدا نديروا لا جينواز. ناخذوا اي مول عندك في الدار، نديروا له لا مارغرين في التحت وفي الجوانب تاع المول، نقطعوا هكذا بابي كويسون على حساب القطر تاع المول تاعنا، ومن بعد نطويوه حتى نتحصلوا على زاويه، نقطعوا لو بورتور تاع المول ونلصقوها باغي في لي باغوا. راكو تشوفوا حاجه سهله. دوك هاد لا جينواز راح نديرها اليوم مختلفه على جينواز اللي مول نديرها لكم ونفرق صفر عن بياض. هذيك الطريقه مفضله في لي لاير كيك باسكو تهمنا يهمنا العلو داكوغ. دونك بصح هاد الطريقه انا نستعملها كي يكون عندي شويه تاع البيض، صدير مع 5 بيضات 4 بيضات هادي نقدر نتحكم وما يطيحليش باسكو ندير كميه كبيره. هنا ندير 10 بيضات بهذه الطريقه، كاين البورسنتاج يعني باش تخفق لي باش يطيح لي لاباري تاعي اكبر. دونك كي يكون انا سي كوم سا كو في بون سي فري كو هاد الطريقه لي ما نفصلوش الفص الصفر عن بياض يجي لا جينواز بلو مويلوز، بصح الاخرى تجي عاليه اكثر. دونك شوفوا راه عندنا البيضات تاعنا توجور في حراره الغرفه مع الكميه تاع السكر كمية تاع الفرينه. دونك نحط هادو البياض تاعي نخبط هكذاك بالباتر، من بعد نقعد نزيد السكر ومن بعد نزيد الفرينه مغربله ونخدمها بيان سور بالفوي ماشي بالسباتول حتى الاخر باش عاد جو راك لو بور. فوالا شوفوا كيفاش لازم يكون عندنا، وهاد العمليه تاخذ بزاف الوقت. الوغ ايماجيني كون يكون عندكم بزاف تاع البيض، دونك الا عندكم بزاف يفضل تستعملوا تاع التفريقه تاع صفر عن بيض. بصح تقدروا بيان سور اللي ما عندهاش لي مول تدير في ان بلاطو ومن بعد تقطع على حساب سما على حساب القط اللي حابه تكون عندها للكاطو تاعها. شوفوا كيفاش راني ندير بالفوي ومن بعد بالسيار نحضر هكذا وجو في تري اتونسيون باش ما يطيحليش الخليط باسكو ما كانش لا لوفور جينيك في لا جينواز. الوغ لا كويسون تاع لا جينواز تاعي انا نطيبها في فرن شالور تورنونت، دونك ندير 150 درجه. الى الفوق تاعك شالور ستاتيك وسما ما فيهش المروحه ولا غاز تقدري تزيدي درجة الحرارة، وكل وحدة والفوق تاعها كل وحدة كيفاش دير. دونك شوفوا كيفاش نخبط هكذا وندخلو. بيان سور 35 دقيقة بعد ما تحطو لازم تدخلو لو بيك وتشوفو إلا طابت، إلا مشمخ تكملو ولا مازال ولا ناشف تخرجوها. فوالا دونك تخلو 5 دقايق وتخرجوها. الوغ لا كريم او بور اللي راح نديروها دركا تاع كافي فيها مرحلتين. الوغ المرحله الاولى راح نخدم بالبياض، المرحله الثانيه راح نخدم بالصفار، واللي كلا المرحلتين راح ندير ان سيرو. شوفوا اني فصلت البياض عن الصفار كيما نديرو بلي جينوز راح نديرو كريم او بور. هادي لا كريم او بور بيان سور لو بور لازم يكون انيمال حيواني ماشي مارغارين. دونك عندنا لا بات داروم كافي تقدروا ديروا اي بات داروم. الوغ شوفوا المرحله الاولى راح ندير ان سيرو كيما راكو تشوفوا. الوغ يفضل يكونوا لا سورتو يكون عندكم سيرو شويه تكون كاسرونه تاعكم ديامتر تاعها تكون صغيره باش تقدروا تحبطوا لو اسمو لو ترمومتر. الوغ شوفوا راني راوي يسخن يدير يغلي يوصل 180 درجه كيما دركا وصل. نكون طلعت البياض مع هاد الزوج مغارف تاع السكر لازم يشدوا، لازم تشد البياض البيض تاعنا لازم يدير امتي باكا داكو. من بعد نرمي السيغو تاعي، لازم نرمي السيغو تاعي في لي باغوا ما نرميهش في لو فوي باسكو نرمي في الفوي راح يطرش، كي يطرش راح اون فا بيردغ دو سيغو وتقدر الوصله ما تصلحلناش. الوغ شوفوا اني نخدم، الوغ كان الباتور السرعه قليله دركا نزيد في الباتور ونقعد نخدم ياخذ وقت.
علاش هاد لاكريم او بان كنديروها بالبيطران خير. دونك فوالا نخدموها نخدموها حتى تشد روحها مليح. بصح عرفوا بلي هاد لاكريم او بان كيما نقولوا سي كريم او بان 5 ايطوال الي اكسيلون. تحسوها اون كريم تحسوهاش اون كريم او بان الي با ايكورونت الي ترو ترو بون. فوالا شوفوا راه تشكل لي حتى تشكل لي لو باك يكون هذاك لو باك ماشي ماشي طايح يكون شاد روحو مليح. الوغ نحط لا كريم او بان بلوتو لا مورينغ ايطاليان وحدها. دونك مورينغ ايطاليان نديرو سيغو. دونك شوفوا ها الطريقه الثانيه كيف كيف ندير ثاني سيغو واحد اخر الكميه بيان سور تكون اكبر. نحطو فوق النار وراني نخدم هاد لي جون دوف تاوعي هكذا غير نحركهم شويه كي يوصل درجة الحرارة 110 باش عاد نديرها. ومن بعد نرمي السيغو كيف كيف نفس الملاحظة. لو سيغو هذا نحطوه في لي باغوا تاع لو سالادي ماشي في لو فوي. دونك نخدم هكذا. الوغ هنايا ياخذ منكم وقت باسكو النتيجة اللي لازم تحصلوا عليها كي نرفدو بلا سباتولا. كي نرفدو بلا سباتولا نحسو شغل ان روبون ان روبون هكذا يطيح ويكون لو ميلونج تاعنا بياند وتقال ويولي كوم نواج فوالا ميلوغ فوالا. دونك نخدم هكذا الى عييتو حطوا الباتور وسناو ومن بعد عاودوا خذوا. شوفوا كيفاش لازمني نتحصلوا الوغ ويكون دونك سالادي هذاك تاعنا يكون برد من كثرة ما رحنا خدمناه هيدو يكون برد. لازم يبرد باش ما تفسدناش لا كريم او بان. بون هي كريم او بان ممكن تحطوا لو بور كيما راكم تشوفوا تحطوه وسلاطي يعني تمر بواحد لا بيريود وين يطيح كلشي وين تقولوا خلاص كريم او بان تاعي فسدت. نو لازم تكملوا ميم الا ما خداتش روحها ردوها شويه في الفريجيدير عاودوا زيدوا خدموها حتى تشد روحها مليح كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نحط لا بات داروم كافي. الا بات داروم دا كافي انا حطيت ثلاث مغارف تاع القهوه. بون كل واحد والذوق تاعو كيفاش يحب يتحصل عليها. الا شوفوا عندي لا ميرينغ ايطاليان هاي دو كوتي اللي درناها عندي لا كريم او بان داكو ونقعد نخلط هكذا المره الاولى بالباتور ومن بعد غير بلا سباتول كيما راكم تشوفوا. الوغ شوفوا لا ميرينغ ايطاليان نديرو سيرو. لا ميرينغ سويس ما كانش سيرو نحطو فوق بان ماري باش لي قالوا لي لا ديفيرونس بين لي ميرينغ هادوما. شوفوا كيفاش الوغ انا ما حطيتهاش ميم با في فريجيدير. شوفوا القوام تاعها تقول سيت اون كريم ماشي كريم او بان. الوغ دركا لا جينواز تاعنا لازم نسقيوها بسيرو. دونك لو سيرو اون جينيرال انا ندير دو فير دو مع زوج مقياس تاع الماء مع قياس واحد تاع السكر. الوغ نخلي قياس تاع الماء بصح القياس الاخر تاع السكر تاع الماء الاخر نردو قهوه. قهوه بصح تري كونسونطري. دونك طيبت القهوه وزدت لها زوج مغارف تاع نسكافي ونزيد لها السكر ونخطيها خليها حتى تغلي نحسب عليها 5 ل 6 دقائق ونطفي. لازم يكون سيغو كي نستعملو يكون تياد ني بارد ني سخون. الوغ هاي لا جينواز تاعنا طابت انا تحضرتها ليله من قبل من بعد باش كي نقطعها ما يكونش عندي بزاف الفتات. شوفوا كيفاش طريقه التقطيع. دوك صاير داير ندير دي بتيت انسيزيون هكذا وبعدين نجوز لو كوتو. لازم يكون عندكم كوتو ابان هذوك اللي يجوا طوال يكونوا طوال على الديامتر تاع لا جينواز باش تقدروا تقطعوها هكذا ماشي تقطعوا تجبدوا الموس ديريكت تحطوا تجوزوه على لا جينواز. لا اقعدوا هكذا غير بالعقل شغل ديروا كلين من شهر سينو تنحو بزاف لا ماتيغ سورتو الى لا جينواز تاعكم تكون هذاك وين طيبتوها. داكوغ الوغ شوفوا المونتاج انا حبيت ندير لكم ان مونتاج سامبل في لو مول اللي طيبتو فيه. داكوغ دونك شوفوا ديروا غير انا خديت مام هذاك البابيي كويسون اللي غلفت به بلوتو الفيلم بلاستيك اللي غلفت به لا جينواز حطيتو. الوغ نغلفو مليح لو مول تاعنا صاير داير. بون هنا تحبوا ديروا لا بوشادو تحطوا فيها لا كريم او بان سينو بيديكم با سوسي. الوغ شوفوا لا كريم او بان الا بردت لكم تجاوز 30 دقيقه في الفريجيدير لازم تعاودوا تخبطوها بالباتور ما ديروهاش ديريكت سينو القوام تاعها باسكو حيفسد لكم القوام تاعها. دونك نحطوا راح نديروا هنايا ان مونتاج ا لونفير. دونك هاد الطبقه اللي راني نديرها هي راح تكون الفوق. بو انا درتها شويه خشينه دونك حاولوا ديروها شويه رقيقه ماشي بزاف خشينه. فوالا دونك نديروا لا بروميير كوش بيان سور لا جينواز تاعنا رحنا درنا لها سيرو. بون يفو ميو كو سيرو تاعكم ديروا بيان سور لي دو كوتي تشربوها ومن بعد حطوا بين صباحكم هكذا باش تشوفوا الا مشربه اسي
فوالا ما تشربوش كي تحطوها في المول سينو يقدر يطيح لكم شويه سيغو بون دونك يفو مي تشربوها في لاسيت هذه اللي قدامنا قدامكم دونك ديروا لي دو كوتي ما ديروش كيما هنايا دونك فوالا راني درت لا دوزيام كوش دو كريم او بور ومن بعد نزيد لا ثالثيام كوش دو كريم او بور ونغلفها بيان ونحطوها في فريجيدير على الاقل ساعتين ايديالمون فوالا ومن بعد نتلاقاو. خديت كميه من لا كريم او بور هذا باش ندير لو ديكور خاطرش لا كريم او بور تاعي هكذا كن نديكوري بها تجي بزاف الكاطو ما يكونش باهي شباب دونك زدت لها القهوه بلوتو الشوكولا شوكولا نوار بيان سور باش ما نزيدوش على الحلاوه دونك هنا هذه الكميه درت 200 غرام زدت لها 50 غرام علما ان لا كريم او بور الكميه اللي مديتها لكم سي بور دو كاطو علاش ما عطيتكمش بور ان سول كاطو خاطرش السيرو يولي بزاف قليل و سورتو تاع لا مارينغ ايطاليان ومن بعد ما تقدروش تتحكموا فيه دونك كريم او بور كي ديروا بور دو غاتو فوالا دونك انا رفدت لا جينواز تاعي كيما راكم تشوفوا قلبتها ديريكتومون في السو كيك هذا اون كارطون فوالا شوفوا براتيكمون لي سي شوفوا كيفاش هي واقفه عندها حواف حاده بيان دونك بيان سور عندي لا كريم او بور هذيك تاعي تكون قعدت لي بيان سور وندير بلا سباتول كاع عندنا لي سباتول اللي ما عندهاش سباتول تاخذ كوس ايكار تاع ولادها تاع المسيد ولا ايكار مام وحده جون في ما عندهاش دراري تو تشري ان ايكار اون ايكار بلوتو ماشي حاجه شير ولا وتجوز هكذا باسكو ما يهمناش بزاف الجيساج باسكو هذه لا الموكا راح نغلفوه بلي زاموند داكور باللوز فوالا نخدموها هكذا ماشي لازم بلاطو طوكونو غير بيدك وانتي خدمتي اون بون ان بون غاتو ماشي طارت فوالا ناخذو لي زاموند الوغ شوفوا هنايا لي زاموند تاعك فيها فهمه لي زاموند هذا كي نرحيهم من بعد نغربل نحي هذيك الكميه اللي ترحات بزاف داكور ونكون بيان سور حمرتهم مليح وهكذا نخدم بلا سباتول ولا بليكير تاعكم ولا كيما تحبوا فوالا وبون الى اللي ما عندهاش باش ترحي دير بالغولو باتيسري دخلها في كاش ساشي وتقعد تجوز هكذا بالغولو يكون عندكم دي زاموند كونكاسي فوالا شوفوا ها هو التزيين الوغ لو ديكور هذا ما درتوش ما بون جو بونسي كو كنت نصوره في هذاك ما كنتش نصوره بان دو كانولي ديروا الديكور اللي تحبوا مي هذا هو لو ديكور تاع الموكا تاع زمان تاع اللي نعرفوا هذا هو الديكور تاع الموكا انا جاتني شويه باهته زدت لها دي بتي ديكور تاع شوكولا افيك هاد لو ديكور تاع الشوكولا بلون فوالا ان شاء الله العجب الوصفه تاع اليوم كانت نالت رضاكم وصفه سهله بامكانيات بسيطه فوالا سلام.